السلام عليكم سكند وان. نبدأ بقى عندنا في ليسن 2 اللي بيتكلم عن الـ types of measurement والـ error. هو أولاً ليه احنا بنقول error؟ error يعني انت أصلاً بتيجي تقيس حاجة، الحاجة دي مش بتبقى accurately 100%، يعني مش مؤكدة بنسبة 100%. ايه السبب اللي ممكن يخلي فيه عندي عدم تأكيد في الميجرمنت؟ نمبر 1 choosing an improper tool، استخدم حاجه غير مناسبه. يعني انت لو هتوزن حاجه بالجرام، انت دلوقتي بتوزن رينج مثلا خاتم، الخاتم دوت 7 جرام، هينفع اروح استخدمه انه ميزان بيوزن 10 كيلو 20 كيلو؟ طبعا ما ينفعش. يبقى using improper improper tool ما ينفعش. طيب a defect in the measuring tool as the defects that may be in the ammeter for example، ان يكون في اصلا خلل او مشكله في الجهاز نفسه. زي انا مشكله الزيرو بتاع الاميتر، ان الاميتر هنا بص لو بصيته مش بادئ من الزيرو، ده بعد الزيرو. فانا دلوقتي لو شوف السيركت اوبن، المفروض الاميتر يبقى زيرو. طيب فلو انا لقيت السيركت اوبن والاميتر اقل او ازيد من الزيرو، معنى كده ان في ديفكت، في مشكله في الجهاز ده. يبقى لما هقرا القرايه مش هتبقى مظبوطه. زي بالظبط مثلا ان انت لما تيجي تظبط الميزان ده المفروض بتصفره. طب لو جيت اصفره ما ادانيش زيرو، اداني 1 او 2 او نيجاتيف 2 او كده، يبقى انا كده الزيرو عندي فيه ايرور، فبالتالي لازم اتوقع ان هيطلع لي ايرور في الايه، يبقى في خطا في النتيجه. يبقى دي عندي لو في ايه ديفكت. The magnet inside it is partially demagnetized because it's outdated. هنا طبعا في ماجنت اللي بيتحرك في الاميتر او الفولتميتر، فطبعا ده هو النيد الماجنت نفسها مش متمغنطه كويس، فبتعمل مشكله في الزيرو. البوينتر عنده ايه؟ عنده زيرو ايرور. طب نمبر 2، نمبر 3 رونج بروسيجر ديو تو ذا لاك اوف اكسبيرينس اوف بيرسونز، يعني خطا في الخطوات واحنا شغالين بسبب ان انت شخص مش متدرب على الجهاز ده. اوكي يعني مثلا هنا ignorance or inexperience of using graduated devices like multimeter. المالتيميتر انا مش عارف في ثلاث تدريجات تقريبا، فانا مش فاهمهم، فبالتالي بقيس غلط هنا برضو. او انت when looking at the device pointer، فانت بتبص مثلا lower او upper، انت المفروض تبص كده horizontally. فانت لو بصيت لور او لو بصيت ابر، يبقى انت كده ايه مش باصص صح، يبقى دي غلط. يبقى انا لازم ابص كده perpendicularly او horizontally، يبقى انا كده ايه، انا unexperienced person، شخص ما عنديش خبره كويسه، فبالتالي بعمل error. environmental conditions، ان يبقى في الجو بيأثر. يعني زي مثلا دلوقتي ايه لما نروح نوزن ذهب، نلاقي الراجل حاطط الميزان جوه 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 ايه جوه جلاس كونتينر كده، عشان الهواء والرطوبه والشمس او كده. انت برضو لو انت بتشتغل بكيميكالز، والكيميكالز حساسه جدا، فما باجي اوزنها واحطها جوه بوكس زي كده. يبقى الانفايرمنتال كونديشنز اللي ممكن تاثر في الميجرنج زي التمبريتشر، الهيوميديتي اللي هي الرطوبه، الاير كرنتس اللي هي الهواء نفسه، زي بالظبط لما بنيجي بالذات لما بنيجي نستخدم السنسيف بالانس، دي كلها حاجات ممكن تسبب ايرور. يبقى انا عندي ليه ممكن يحصل ايرور؟ في اسباب كتير ممكن تسبب الايرور. طب انا عشان اقلل نسبه الايرور بعمل حاجه اسمها افريج. يعني انا ليه؟ يعني مثلا دلوقتي يعني ايه افريج؟ يعني بقرا الحاجه مره واثنين وثلاثه واربعه، وبعدين اخد افريج القرايات بتاعتي، بروح مجمع كل القرايات ديفايدد عدد القرايات علشان اقلل الايه؟ اقلل الايرور. يبقى احنا ليه بنعمل افريج للكالكوليشنز بتاعتنا؟ تو ريديوس ايه؟ ايرور، عشان اقلل الايرور بتاعي. طيب احنا بقى لما بنيجي نحسب او سوري لما بنيجي نقيس، لما بتيجي تقيس انت يعني عندك نوعين من الميجرمنت، يا دايركت يا اندايركت. في عندي دايركت ميجرمنت وفي اندايركت ميجرمنت. يعني ايه دايركت ميجرمنت؟ يعني انت بتستخدم جهاز بيديك رقم بس، بستخدم ريد بقيس الريدنج مباشره، ما عنديش رولز، ما عنديش ماثيماتيكال ريليشنز، ما بعوضش في حاجه. يبقى انا في الدايركت اوكي، يبقى انا ايه في الدايركت؟ انا بس ما بستخدمش رول، انا بستخدم ديفايس دايركتلي مباشره فبقيس بيه. زي هنا حاجه اسمها هيدرومتر بقيس بيه الدنس. يبقى انا لو قيس هي الدنس احنا عارفين رو ايكوال ام على في، بقيسها من الماس والفوليوم. طيب في جهاز بقى بتحطه كده، بتحطه في قلب الووتر او الليكويد انت هتقيس الدنس بتاعته، يديك القرايه على طول. يبقى الهيدرومتر ده عباره عن ايه؟ عباره عن دايركت ايه؟ دايركت ميجرمنت. طبعا ده بيبقى فيه ايرور واحد في الموضوع، وفي ايه ايرور واحد وخلاص. يبقى ده بيبقى عندي خلال 1 بروسيس. طب الاندايركت بيبقى مور ذان 1 بروسيس. الاندايركت بقى بقيس كذا حاجه وبعدين بعوض في رول، يبقى كده اللي مالوش رول اسمه دايركت، واللي ليه رول اسمه اندايركت. يبقى انا الاندايركت ميجرمنت بستخدم مور ذان 1 بروسيس. اوكي سبستيوت ان ماثيماتيك ريليشن، بعوض في ايه؟ في ايكويشن او ريليشن او رول بتاعتي، وبعدين
طبعا دي بتبقى فيها كذا ايرور بقى، لان انا مثلا بقيس الماس وبقيس الفوليوم، فالماس ليه ايرور والفوليوم ليها ايرور، يبقى انت الدايركت ميجرمنت عندها ايرور واحد، لكن الاندايركت على حسب عدد البروسيسز اللي انت عملتها بتعمل ايه، بتعمل ايرور بحسب عدد الكالكوليشنز اللي انت حسبتها او البروسيسز اللي انت حسبتها. طب انا كده لو استخدمت الاندايركت، انا لو بقيس الدنس من الماس والفوليوم ده دايركت ولا اندايركت؟ ده اندايركت. لكن لو بقيسها بالهيدرومتر دايركتلي يبقى دي ايه؟ دايركت. ده الفرق ما بين الدايركت ميجرمنت والاندايركت ميجرمنت. طب نيجي بقى ايه، نقول انواع الايرور. دي طبعا اهم حاجه عندنا، ان احنا الايرور في حاجه اسمها ابسوليوت، في حاجه اسمها ريلاتيف. يبقى انا كده لما باجي اقيس ايرور بحسب ايرور، بحسب حاجه اسمها ابسوليوت ايرور وريلاتيف ايرور. ابسوليوت ايرور اللي هو فرق القرايات بس، يعني لو انا قلت لك ان انا عندي طول المسطره دي انا شاريها وقايل ان طولها 20 سنتي، جيت انا جبت مسطره اكبر وقستها لقيتها 20 سنتي واحد من واحد مني، واحد تاني قاسها لقاها 19 سنتي و9 مللي، تمام؟ طيب كده ايه بقى؟ كده انت عندك بتحسب الفرق، يعني انت عندك الريل دي بسميها حاجه اكس نود، دي اللي هي الريل فاليو او الاكشوال فاليو، القيمه الفعليه اللي هي المفروض متصمم عليها الجهاز ده، ان هو الريل نود بتاع الريل ريدنج بتاعته اكس نود. طب اللي انا بقيسها اسمها ايه؟ اسمها اكس، يبقى دي الريل او الاكشوال الفعليه. اكس دي الميجر اللي انا ايه، اللي انا بقيسها. اما يجي يقول لك فايند تو بي كذا او ميجر وي ميجر ات بقت كذا، ذا ميجرد فاليو ذا استيميتد اللي انا حسبتها اسمها اكس، تمام. طب الابسوليوت اللي هو الدلتا اكس، باخد فرق الاثنين، باخد اكس نود ماينس اكس. يعني انت عندك اكس نود اللي هي 20، طب اكس اللي انت حسبتها 20.1، يبقى 20 ماينس 20.91 هتطلع لي 1، او 20 ماينس 19.9 هيطلع لي برضه 1. طب انا عشان انا مش عايزه اطلع نيجاتيف فبعمل ابسوليوت براكت، يبقى الدلتا اكس اللي هي فرق القرايتين، يبقى الابسوليوت عباره عن الديفرنس بتوين مين ومين؟ فرق القرايتين، فرق الريل اند الايه؟ الميجر، فرق الريل والايه؟ والميجرد فاليو. اوكي، يبقى دلتا اكس ايكوال اكس نود ماينس اكس، بعمل ابسوليوت براكت لان انا باخد الفاليو ماليش دعوه بالايه؟ بالساين بتاعتها. يبقى انت ده معناه ان لو انا بقول البروبلم، ان انا قلت مثلا انا عندي 20 استا لقيتها 20.1، يبقى الدلتا اكس اللي هي الابسوليوت ايرور بتاعها ايكوال ايه؟ 20 ماينس 20.1، هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي 0.1. طيب لو دي سنتيمتر يبقى انا برضو الايرور بيطلع لي بالسنتيمتر، يبقى برضو عندي هنا الدلتا اكس او الابسوليوت ايرور هاز ذا سيم يونت اوف ايه؟ اوف ريل فاليو، بيبقى ليه واخد نفس اليونت، لان ده فرق ايه؟ الاثنين مع بعض بيبقى ليه نفس اليونت. ده معناه ايه بقى؟ يبقى انت لما يطلع الابسوليوت ايرور 0.1 معناه ان انت لما تيجي تقيسها يا اما تلاقيها 2.1 يا اما تلاقيها ايه؟ 19.9، يعني يا بنقص يا بزود. فبقول بقى ان الاكس اللي انا بحسبها بتطلع ايه؟ بتطلع الاكس نود بلس اور ماينس الدلتا اكس. يبقى انا كده في الاخر بكتب الفاليو عندي بالشكل ده اللي انا بقيسها، تمام؟ هتطلع ايه؟ يبقى انا ببقى متوقع بقى ان انا اللي هقيسه هيطلع الريل فاليو بلس اور ماينس الفرق اللي احنا جبناه الدلتا اكس. يبقى هنا عندي الاكس ايكوال اكس نود اللي هي الريل بلس اور ماينس الايه؟ الدلتا اكس. يعني لو قال لك ان انا عندي مثلا الروم ال 200 متر، اللينس بتاعت المتر، اوكي؟ وقال لك ان الدلتا اكس بتاعتها ب 0.2 متر. ده معناه انت لما هتقيسها هتطلع ايه؟ هتطلع 10.2 اور 10 ماينس 0.2، يعني هتطلع ايه؟ 9.8. يبقى هتطلع 10.2 لو انت عملتها بلس، هتطلع 9.8 لو انت عملتها ماينس، لان احنا قلنا ايكوال ايه؟ بلس اور ماينس دلتا اكس. ده بنسميه الابسوليوت ايرور، ده بنسميه ايه؟ ابسوليوت ايرور. طيب الابسوليوت ده ان اكيوريت، يعني مش دقيق قوي. امال المور اكيوريت ان انا بعمل ايه؟ ريلاتيف ايرور. ايه الريلاتيف ده؟ ده ريشيو ما بين الدلتا اكس اللي انا جبتها ديفايدد الاكس نود اللي هي القيمه الفعليه بتاعت الحاجه اللي انا بقيسها. يبقى الريلاتيف ايرور هو عباره عن ريشيو بتوين الابسوليوت ايرور اند الريل فاليو. Relative it's a ratio between absolute error and real value. It's more accurate than absolute. يبقى مين اللي أدق
الريلاتيف. اذا انا ساعات بجيبه وبعدين اعمل له باي 100 فيطلع لي ايه؟ يطلع لي بيرسنتج لو انا عايزه ايه؟ لو هو طالبها مني بيرسنتج. ده ليه يونت مالوش يونت. ليه؟ لان ريشيو ما بين حاجتين زي بعض. يبقى اتس ريشيو بتوين تو سيميلر فاليوز او تو سيميلر يونتس يبقى هاز نو يونت، يبقى هاز نو دايمنشن. لكن هنا الابسوليوت هيبقى الدايمنشن بتاعته او اليونت بتاعته من الايه؟ نفس الدايمنشن او اليونت بتاعت الفاليو اللي انا شغاله عليها. يبقى كده عندي ده. طبعا هنا بنحط ده في ترينجل الريلاتيف الابسوليوت الريل. اوكي، فلو انا عايز احسب الريل هتطلع الابسوليوت اوفر الريلاتيف، وانا عايز احسب الابسوليوت يبقى الريلاتيف باي ايه؟ باي الريل. طيب نيجي بقى نشوف ايه؟ نشوف لما اجي احسب، تعال نطبق على طول في البروبلمز كده على طول اللي احنا هنطبقها. طبعا الليسن ده يعني احنا بس هنحل، هناخد الجزء ده ونحل عليه، تهضموا او تستوعبوا فكره الفرق ما بين الايرور ده والايرور ده. بعد كده بقى نشوف لما باجي اعمل مالتي بلاي او اعمل بلس او ماينس او ديفايد بشتغل ازاي. تعالوا كده هنا، طبعا تعالوا نحل على طول بقى الجزء ده. نمبر 1 from the examples of direct measurement measuring ذا دايركت، يبقى ايه؟ ماس اوف بودي باي بالانس. اه طبعا دي دايركت، خلاص قشطه. From examples of indirect measurement. Indirect يبقى بستخدم جهاز. Density of liquid by hydrometer. لا، ما ده جهاز. Sorry. Indirect يبقى بستخدم rule. Height of person by meter tape. لا، بقيس طول واحد مش عادي. Mass of body by balance. لا، ده direct. Volume of cube by measuring its length. ده هنا الكيوب عشان احسب له الفوليوم لازم احسب اللينس واعمله power 3. Length by length by length. يبقى كده ده لازم له rule. يبقى كده ده مش بيتقاس direct، يبقى دي indirect. The measurement process shown in the opposite figure is considered as in. طبعا دي تعتبر ايه؟ دايركت ولا اندايركت؟ طبعا دي دايركت. The opposite figure shows an ammeter when there is no electric current passing through it. Ammeter نص اهو. بصوا الاميتر من غير electric current more than zero، يعني عند number 2 او اللي هي بعد الزيرو بشرطتين يعني. يبقى منطقي ان انا هلاقي ايه؟ طب لو انت كده عايز تقرا 3 اميتر لان هو اصلا في ايرور، هتلاقيه معدي 3 برده بشرطتين. فانا عندي مين اللي معدي 3 بشرطتين؟ يبقى سي. يبقى هنا ده اللي هيتقاس بالاميتر ده، لان الاميتر ده اصلا عنده زيرو في الايرور، عنده هو معدي الايرور بايه؟ ب 2 بارت. Which of the following procedures is the right procedure؟ انهي في دول صح؟ طبعا هتبقى سي. When measuring the current intensity in electric circuit the intensity was expected to be 2.5 ammeter. بيقول لي ان انا قست الانتنسي بتاعت 2.5 ammeter. So which of the following ammeters is the most appropriate for measuring the current accurately. طب انا عندي هنا 2.5 ammeter، استخدم انهي؟ ما كل دول اميترز على فكره، سوري ده امبير يعني، كل دي اميترز. بس انا مين بقى اللي هستخدمه للامبير 2.5 امبير؟ ده بيقيس بالملي امبير واخره 4، يبقى ده مش هيقيس لي ده. طيب ده بيقيس بالامبير، بس بصوا ده متقسم ازاي؟ 0 10 20 30 40. فعشان يقيس لي 2.5 هيبقى فيه ايرور، يعني ده بيقيس حاجات اكبر، هيبقى الايرور بتاعه اكبر يعني. طب هنا سي ماشي 1 2 3 4 اميت امبير، يبقى ده الماكسيم بتاعه 4 امبير، يبقى ده هو انسب حاجه تقيس لي 2.5 امبير. دي ما تنفعش ان 0 100 200 300، طبعا ده هيبقى فيه ايرور كبير جدا ما ينفعش. يبقى اللي هيبقى مور سوتابل والايرور بتاعه هيبقى قليل جدا هيبقى استخدم ايه؟ هستخدم السي. طبعا احنا كل ما الايرور بيقل معناه ان البروسيس بتبقى مور اكيوريت ادق، كل ما الايرور اقل يبقى هي ايه؟ مور اكيوريت ادق. طيب the best way to judge the accuracy of measurement is through. احسن طريقه عشان يبقى مور اكيوريت او الاكيوريسي عشان تبقى دقيقه استخدم ايه؟ الريلاتيف ولا الابسوليوت؟ طبعا الريلاتيف ايرور. A student measures the length of wooden piece which is found to be يبقى دي الميجر دي اللي قايسها. تعالوا كده بقى احنا ايه هنا بقى طلع يلا، يبقى الميجر ايكوال 50.2 سنتيمتر while the actual يبقى الريل ايكوال 50 سنتيمتر. على فكره ممكن استخدم لترز غير الاكس، ممكن اقول انا بتعامل مع لينس احط ال بدل الاكس، تمام؟ بس احنا مش هيكس بكله خلاص. طب الابسوليوت بقى يبقى دلتا اكس ايكوال ابسوليوت اكس نود ماينس اكس. هل هيحصل حاجه لو انا بدلت الاكس والاكس نود؟ طبعا لا، لان انت برضو انت شغال بابسوليوت براك فمش هيفرق معاك مين قبل مين. يبقى الاكس نود اللي هي 50 ماينس 50.2 طبعا هتطلع لي ايه 0.2 سنتيمتر، ده الابسوليوت. طب الايرور بيرسنتج يعني ايه؟ ايرور بيرسنتج يعني هات الريلاتيف الاول. ريلاتيف ايكوال
الابسوليوت اوفر الريل، ابسوليوت اللي هو ايه 0.2، طب والريل 50، يبقى 0.2 اوفر 50 دخلها على الكالكليتر طلعت بكام؟ طلعت 4 باي 10 باور نيجاتيف 3. هو عايزها بيرسنتج، يعني هعمل فيها ايه؟ هعملها باي 100، هتطلع لي كام؟ 0.4. يبقى انا عندي هنا 0.4%. طيب the relative error in measuring the area of room is 0.06 where is the actual value. طيب هنا عندي الايه؟ الاريه هيساوي 0.06 where the actual value of area is 30 meter per 2. الاريه الاكشوال بتاع 30 متر بار 2. then the absolute error in measuring this area، هو قايس الاريا تمام لقاها ال 0.06 الاكشوال بتاعتها، لا ده الريلاتيف ايرور اللي هو ده الاور، يبقى الابسوليوت ايرور بتاع الاريا اللي هو مين؟ اللي هو دلتا اكس. طب احنا دلتا اكس ايكوال الريلاتيف باي النود، هو قايل الريلاتيف بكام؟ 0.06، والنود هو قايل الريل ب 30، يبقى 0.06 باي 30 هتبقى ايكوال كام؟ هتبقى 1.8 متر بار 2. يبقى انت كده عندك دايركت سبستيوشن. يبقى انا هنا بطلع الجيفنز عندي الريلاتيف، يبقى ار ايكوال 0.06. طبعا لو مديها لي ريشيو هروح اعملها ايه؟ ديفايد 100. طيب والنود يبقى الاريا نود او الاكس نود ايكوال كام؟ 30. يبقى كده عندي الايه؟ هو كده عايز الابسوليوت ايرور، يبقى دلتا اكس ايكوال ايه؟ ايكوال 0.06 باي 30 تبقى 1.8 متر باور 2. نيكست. طبعا احنا هنا ما زلنا بنطبق ايه؟ بنتكلم على الايرور الواحد الابسوليوت ريليتيف، لكن احنا لسه هنيجي نعمل في البروسيسنج نفسها. لما يجي يبقى عندي هعمل مثلا ملتبلاي او ديفايد لاي حاجه هنعمل ايه دي؟ هناخدها ان شاء الله في الايه؟ فنحلها في نشرحها في الفيديو الجاي ونطبق عليها على طول. بيقول لي a student measured the length of passage by using a meter tape. وانا بقيس ايه بالميتر تيب. He found that the length equal 10 plus or minus 0.1 meter. بصوا بقى في البراكت ده. اللينس اوكي الاكس اللي هو قاسها لقاها 10 plus or minus ايه 0.1 متر. البراكت ده حللوه كده، ده الاكس نود او الفال الريل، ده مين؟ ده الدلتا. يبقى كده عندي ده الايه؟ ده الريل وده الايه؟ الابسوليوت. يبقى الابسوليوت 0.1. طب الريلاتيف، مش احنا قلنا الريلاتيف ايكوال ايه؟ الابسوليوت اوفر الريل. ابسوليوت بكام؟ 0.1. والريل بكام؟ ب 10. يبقى 0.1 اوفر 10 ب 0.01، يعني هيبقى عندي ايه؟ لتر، يبقى نمبر 10 هتبقى ايه؟ تبقى لتر بي. An engineer measured the height of building which is found found to be، يبقى دي الايه؟ دي الريلاتيف سوري دي الميجر، found to be يبقى دي الميجر كام؟ 55.2 متر. If there was error in this measurement، الايرور مدهولي كام؟ ب 0.02 متر. طيب انا هو ما قاليش ده ابسوليوت ولا ريلاتيف، هو مين اللي بقى ليه يونت؟ الابسوليوت ولا الريلاتيف؟ الابسوليوت، يبقى ده دلتا اكس. الريلاتيف ملوش يونت، يبقى ده مين؟ ده الابسوليوت. سو ذا ريل فاليو، هو عايز كده مين؟ عايز النود تمام. طيب احنا عندنا ايه؟ بصوا مش احنا عندنا تراينجل اهو، الريلاتيف الدلتا النود، يبقى النود ايكوال ايه؟ الدلتا اوفر الريل، يبقى اكس نود سوري الدلتا اوفر الريلاتيف. طيب انا كده عندي انا عندي مين؟ لا 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 ده من هنا انا ما عنديش اصلا ريلاتيف، فانا مش هينفع استخدم الرول دي. لكن انا عندي ايه؟ عندي دلتا اكس وعندي اكس. مش احنا قلنا اصلا الاكس بتكون الاكس نود بلس اور ماينس الايه؟ الدلتا اكس صح؟ طب انا معنى كده ايه؟ معناه ان الاكس دي هتبقى يا اما بلس 0.02 يا اما ماينس 0.02. فانا كده عندي عشان اجيب يبقى انا ريل فاليو يا اقل من دي يا اقل من دي بالدلتا اكس يا ازيد من دي بالدلتا اكس. يبقى انا كده عندي هاجي اجيب الاكس نود دي يا اما تطلع لي 55.2 بلس 0.02
يا اما تكون 55.2 minus 0.02. طبعا لو بقت 55.2 plus 0.02 هتبقى 55.22، او لو عملتها minus هتبقى ايه؟ هتبقى طبعا هتبقى 55.18. ودخلها طبعا على الكالكوليتر لو انتوا عايزين تتاكدوا، يبقى كده عندك 55.2 plus 0.02 هتطلع لك كام؟ 55.22، or هقول 55.20 minus 0.02 هتطلع لي 55.18. يبقى انت مديك الريل او الميجرد مع الايرور، وعايز التانية يبقى بلس اور ماينس ده، يبقى واحدة منهم هتبقى بلس اور ماينس الايه؟ التانية. طيب بعد كده بيقول لي a student measures some physical quantities in his room and he gets the following results, so which of them is more accurate؟ طب مين اللي هتبقى ادق؟ طبعا احنا قلنا ادق يبقى الايرور بتاعها ايه؟ اقل. الادق هيبقى الايرور ايه؟ اقل. طيب الايرور اقل، يبقى انا احسب الايه؟ احسب الريلاتيف عشان اقيس اشوف مين اقل. طيب انت في البراكت ده لما تيجي تحسب الريلاتيف، مش احنا قلنا الريلاتيف دلتا اكس اوفر اكس نود دلتا اوفر الريل، فانت لما يبقى مديك براكت من ده هتعمل دلتا اوفر الريل عشان تجيب الايه؟ الريلاتيف على طول. لما يبقى دي براكت هعمل ده اوفر ده عشان اجيب الايه؟ الريلاتيف. اول حاجه بيقول لي ذا روم لينس، يبقى انا احسب الريلاتيف لكله. الروم لينس 6 بلس اور ماينس 0.05، يبقى انت لما تيجي تحسب الريلاتيف هتعمل ايه؟ 0.05 اوفر 6، يبقى الريلاتيف بتاع الاولاني بتاعت ايه هتبقى ايه؟ 0.05 اوفر 6. الريلاتيف بتاع بي هيبقى 0.05 اوفر 4، 0.05 اوفر 4. الروم سيلينج هايت يعني هنحسب لها ريلاتيف برضه، الريلاتيف بتاع سي هتبقى ايه؟ 0.05 اوفر 0.05 اوفر 3.5. طب الريلاتيف بتاعت دي هتبقى 0.5 اوفر ايه؟ اوفر 30، 0.5 اوفر 30. طبعا اعمل كله على الكالكوليتر، 0.05 اوفر 6 طلعت بكام؟ طلعت سوري ده اوفر 4، 0.05 لا اوفر 6 صح الاولانيه، 0.05 اوفر 6 طلع لك بكام؟ ب 8.33 باي 10 باي نيجاتيف 3. طيب 0.05 اوفر 4 طلع لي بكام؟ 0.05 اوفر 4 تطلع بكام؟ تطلع 0.01. طيب 0.05 اوفر 3.5 طلع لي بكام؟ طلع لي 0.014. طيب 0.5 اوفر 30 طلع لي كام؟ تطلع لي 0.016. طبعا نعمل ابروكسيميت 7، مين اقل قيمه فيهم؟ طبعا ايه؟ احنا اقل ايرور يبقى ده معناه ان اللي هي مور اكيوريت او هاي اكيوريسي، يعني الايرور لما يقل يبقى الاكيورسي يعني الدقه في الايه؟ في الميجرنج تزيد. يبقى انا كده عندي مين اللي هيبقى مور اكيوريت؟ هتبقى ايه. وليه ايه هتبقى مور اكيوريت؟ لان هي هاز ذا ليست ايه؟ هاز ذا ليست ايرور، يبقى اقل ايرور هتبقى هي اقل ايرور هتبقى هي المور اكيورسي. طيب بعد كده عندي بيقول لي ا جولد رينج اوف ماس 6.21 جرام از بليزد اون سيفرال سنسيتيف بالانسز to get different reading as in the following figures, which one of them is most accurate. هو بيقول لك قول لي انهي جهاز في دول ادق، هعرف منين؟ طب بص انت كده قيس ايه اسمع ده قيس لك، هو قايل لك ان الريل فاليو بتاعته كام؟ 6.21. كده انت الاكس نود 6.21، مره مديك الاكس ب 6.36، مره الاكس ب 6.29، مره الاكس 6.23، مره بكام؟ ب 6.18. طب اعمل ايه؟ هات الايرور الاول، يبقى هات الايرور بتاع كل واحد، يبقى دلتا اكس هنا بكام؟ هتبقى نعمل فرق الاثنين دول، يبقى 6.36 ديفايد 6.21 تطلع لي كام؟ تطلع 1.024. طب هنا دلتا اكس هنا هتبقى 6.29 ماينس 6.21 تطلع لي 0.08. طب هنا 6.23 minus 6.21 هتطلع لي
دلتا اكس ايكوال 0.02. طب هنا 6.18 ماينس 6.21 هتطلع لي، طبعا بنهمل النيجاتيف، يبقى دلتا اكس ايكوال 0.03. انا بقى ما بقارن، مش بقارن ابسولوت، بجيب الريلاتيف بقى الكل. الريلاتيف ايكوال ايه؟ الدلتا اوفر الري او اوفر النود، ماشي. هات الريل، هات الريلاتيف لكل، اعمل دي اوفر دي، يبقى 0.024 ديفايدد 6.21، تمام. طيب ايكوال كذا. طب عملناها بقى ايه؟ اعملها باي 100 عشان اجيبها بيرسنتج، احسبها كبيرسنتج، يبقى دي 6.49% نسبه الخطا 16 وايه او 16.45 ايه في المية او بيرسنتج. هنا 0.08 اعملها بقى كده 0.08 ديفايدد الايه الريل، هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي كده، نعملها باي 100، يبقى كده نسبتها كام؟ نسبه الخطا عندي هنا 1.2088%. طب نمبر 3، 0.02 اللي هو الدلتا بتاعتها ديفايدد 6.21، هتطلع لي كام؟ نعملها باي 100، هتطلع 0.3322. طب نيجي هنا برده 0.03 ديفايدد 6.21 باي 100، تطلع لي كام؟ تطلع لي نسبتها 0.483. كده انت طبعا كده اقل ريشيو هنا مين، او اقل بيرسنتج هنا مين؟ اقل بيرسنتج عندي دي الايه ال 0.322%. يبقى انت كده عندك اقل خطأ في ايه؟ في ال هيبقى سي، يبقى الديفايس اللي هو least او has more accuracy هيبقى ايه؟ هيبقى سي، because it has ايه؟ the least error، اقل error. طب انا اقارن بين انهي error؟ اقارن بين الريلاتيف. يبقى انت بعد ما تجيب الابسوليوت هات الريلاتيف وقارن ما بين الايه؟ ما بين الريلاتيف. طب نمبر 14 بيقول the solar year is approximately equal، السولار يير اللي هي السنه، باي 10^7، باي اللي هي 22 اوفر 7 يعني سكند. Then the percentage of error in this approximation equal. هو بيقول لي المفروض ان السنه باي 10^6 7 سكند. هو بيقول لي knowing that the solar year equal 8. طيب دي knowing that يعني ال real value ان احنا عارفينها 365.25 day. طيب بعد كده بيقول لك تقريبا اسمها طلعت تقريبا كده. طيب هو عايز الايرور بتاعها وجايبها لي طبعا بيرسنتج، يبقى انا لازم اجيب الريلاتيف. كده انت عندك الاكس الميجرد كام؟ اللي هي 22 اوفر 7 باي 10^7 سكند. طيب بيقول لك بقى ايه السولار يير اللي هي طبعا دي نحولها لسكند، 365.25 داي، الداي في كام اور؟ 24، الاور فيها كام؟ مينت 60، المينت كام سكند؟ 60. يبقى نعمل كل ده باي بعض علشان اجيب، نعمل كل ده باي بعض عشان اجيب ايه؟ عشان انا عايز يبقى عندي كله بالسكن، يبقى 365.25 باي 24 باي 60 باي 6. طلعت لي كده كام؟ طبعا خليها باور هتبقى 31.55، او ممكن نخليها 3.1 5 5 7 6. لازم محتاجين ناخد الرقم كله عشان حاجات هتفرق معانا في واحنا بنحسب الايرور. 10^7 فكده الريل بقى الريل عندي 3.15576 باي 10^7، والميجر اللي احنا قايسينها كام؟ اللي هي 22 اوفر 7 اللي هي كام بقى؟ اللي هي 3.14، مش الباي، يا اما نكتبها 3.14 يا اما نكتبها 22 اوفر 7، يبقى 3.15 باي ايه 7. كده انت عندك الميجرد فاليو 3.15 والريل اللي هي الاكس نوت كام؟ 3. الكلام ده طيب احسب بقى ايه؟ تعالى نحسب الايرور. هات الاول الدلتا اكس، الدلتا ايكوال الريل ماينس الميجرد، يبقى 3.15567 باي 10^7 ماينس 3.14 باي 10^7. نقفل ايه؟ نقفل الابسوليت براكت. انت عامل 3.15576 ماينس 3.14 يطلع لك كام؟ هيبقى الرقم ده باي 10^7، لان انا هاخد 10^7 ايه؟
common factor. يبقى كده عندي 3.15576 minus 3.14 okay by 10 power 7. ليه ليه بيعمل كده؟ طيب نعمل 3.15576 okay minus 3.14. طيب طلع لي كده، نعملها باي ايه؟ 10 باور 7. يبقى عندي هيطلع لي كام؟ 157.6 باي 10 باور 3. او نخليها، او ممكن نحرك ال anyway خليها زي ما هي كده، دي الدلتا اكس. طب احنا عايزين بقى الايه؟ الريلاتيف هيبقى ايكوال ايه؟ دلتا احنا جبناها over الريد اللي هي كام؟ اللي هي ال دي 3.15576 باي 10 باور اي 7. دخل بقى ده 157.6 باي 10 باور 3 divided open bracket 3.15576 باي 10 باور 7 open close bracket. هيبقى الرقم ده نعملها بقى ايه؟ باي 100. هيطلع لي كام؟ 0.04%. هي المفروض لو عملنا ابروكسيميشن تبقى 0.5، بس انا ما عنديش هنا 0.5، فهناخدها ايه؟ 0.4. يبقى انا كده عندي دي 0.4. اوكي، هو تعويض مباشر عادي جدا، بس احنا ارقام كتير. احنا مشكلتنا في الايرور احنا بنعمل ايه؟ ارقام كتير. انت عندك الريل فاليو اللي هي السولار اللي مديها لك، حولها لسكند من داي لاور، يبقى باي 24، وبعد كده 24 للمينت الاور لمينت باي 60، والمينت لسكند باي ايه؟ باي 60. يبقى انا كده حولتها لسكند، يبقى دي ريل، وادي عند الميجر. الباي بعوض بيها بالباي زي ما بقولها، بعملها بالباي بتاع الكالكليتر، او بعملها 3.14 او 22 اوفر 7، مش تفرق معايا. والاخر يطلع لي الفاليو، اعملها باي 100، طلعت لي 0.4%. طيب احنا لحد هنا ده الجزء تعال نشوف دي اخر واحده، لان احنا من بعد كده هيبقى الجزء الثاني اللي هو المفروض بنعمل بلس وماينس. اف اكس ايكوال 1.1 بلس اور ماينس 0.01 كيلوغرام، والواي 50 بلس اور ماينس 1 جرام، ذن اكس بلس واي ايكوال كام؟ طيب انا كده عشان اجمع الاثنين على بعض لازم يبقى نفس اليونت، يعني احول الكيلوجرام لجرام، يحول الجرام لكيلوغرام. طب اعمل ايه؟ طيب بص، لو انت حولت كيلو جرام لجرام هيطلع لك 1، هتبقى 1000 اوكي. وال 0.01 هتبقى 1000 باي 0.01، هتطلع لي رقم كبير كده اللي هو ايه؟ المفروض 10 باور 5، فانا ما عنديش 10 باور 5 هنا في الايرور، فايه؟ فهسيبني منها. طيب احنا ال دي هنخليها الفيديو الجاي، لان دي احنا ازاي نعمل اديشن الايرور، وده احنا لسه ما خدناش ان شاء الله نشرحه في الفيديو الجاي، ونطبق عليه البروبلم بتاعت الاديشن، ازاي نعمل اديشن او سبتراكشن او ملتي بلاي او ديفايد للايه؟ للايرور. نخليها ان شاء الله في الايه؟ في الفيديو الجاي. ثانك يو.